بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وكل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. اما بعد، من كتاب أشياء الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب القاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين. وما زلنا في فصل متعلق بأحكام الطلاق، وهو آخر جزء في هذا الباب، وهو موضوع الطلاق. من لا يقع طلاقهم، من لا يقع طلاقهم، يعني هناك بعض الأزواج إذا طلق لا يقع الطلاق حتى ولو لفظ باللفظ الصريح. من هم هؤلاء الأنواع؟ هو ده موضوع النهار. يقول: وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون، وفي معناه المغمى عليه، والنائم، والمكره أي بغير حق، فإن كان بحق وقع، وصورته كما قال جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإلاء على الطلاق. وشرط الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها أو بولاية أو تغلب، وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها لهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه، أو تحرر ذلك وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به. ويحصل الإكراه بالتقويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينة اختيار لأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة، وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع، والسكران ينفذ طلاقه كما سبق. السكران بتعدي، يعني المتعدي بستر. شوف كلام الشيخ البيجوري على هذه الفقرة، يقول: قوله وأربع لحذف التائي، لحذف المعدود في هذه الجملة، وإن ذكره بعد بقول الصبي والمجنون والنائم والمكره، فاندفع قول من كتب على الحاشية فيه أن المعدود مذكور في المتن لا محدود، فإن المعدود مذكر، العدد يبقى على خلاف المذكر يجي مؤنث، الأربعة بنتكلم على الصبي فكان حقه يقول كده أربعة، فاعترضوا قالوا ليه هو قال أربعة؟ ما كان يقول أربعة لأن المعدود مذكر. قالوا لا، الأربع لا يقع طلاقهم دي جملة مفيدة كده على بعضها لم يذكر فيها المعدود، فله أن يحذف إيه؟ الثالث، لأنها جملة مفيدة كاملة، أما الباقي فهو تفصيل. وقول لا يقع طلاقهم أي لا تنجيزا ولا تعليقا، وإن وجد المعلق عليه بعد الكمال في صورة التعليق، فمتى وقع التعليق قبل الكمال لا يقع الطلاق. إذا قال الصبي، إحنا عندنا في الشرع الصبي يجوز أن يتزوج بس بولاية الكبير، ما ولاية إجبار، يعني ممكن الأب يزوج ابنه الصغير، يبقى الواد الصغير ده زوجه أبوه يبقى زوج. القانون الحالي منع مثل هذه الزيجات كويس، لانه وجد ان الناس بتسيء استخدامها، فله ان يمنع الحاكم من اجراء الشرع. لكن احنا بنتكلم من اصل الشرع، لو الحاكم ترك الامور للناس يزوجوا في اي سن، فتح السن يعني، لان الشرع لم يحدد سن للزواج، لكن ترك تحديد السن للعرف وللمجتمع ولما يتعرف عليه الناس.
فإذا تزوج هذا الصبي بولاية الكبير بولاية الإجبار فطلق امرأته وهو صبي لا يقع طلاقه. كويس. طب افرض علق طلاقه على الكبر، يقول لها لما أكبر وأبلغ الرشد فأنت طالق، أو معلقة فإذا بلغ مثلا سن الرشد تطلق ولا لا تطلق؟ قال لك لا تطلق برضه، لأنه لما علقه علقه في حال نقص، فلا يقع تعليقه في حال كماله. بخلاف صورة تانية، إن واحد يعلق طلاقه على زوجته بأمر فيقع التعليق وهو غير مكلف، يقع في الحلال. يعني مثلا إيه، واحد عاقل سليم قال لزوجته إذا جاء رمضان القادم فأنت طالق، قبل رمضان اتجنن وجاء رمضان يقع طلاقه. ليه؟ لأنه لما علقه كان في كمال عقله، فما لهوش بقى مجنون بقى اتجنن، لا، ليه؟ لأن وقت تطليقه كان عاقلا، وعند التعليق فقد شرط ايه؟ العقل، فيقع طلاقه لأنه علقه وقت عقله. واضح؟ يعني لا يقع طلاقهم أي لا تنجيزا يعني في الحال، ولا تعليقا يعني على أمر معلق في المستقبل. وإن وجد المعلق عليه بعد الكمال في صورة التعليق، فمتى وقع التعليق قبل الكمال لا يقع الطلاق. فإذا قال الصبي إن بلغت فأنت طالق، أو قال المجنون إن أفقت فأنت طالق، لم يقع بالبلوغ ولا بالإفاقة، بخلاف عكسه وهو ما إذا وقع التعليق حال الكمال ووجد المعلق عليه حال عدم الكمال فإنه يقع كما سينبه عليه الشارع بقوله وإذا صدر التعليق من مكلف إلى آخره. وأشار المصنف بهذا إلى شروط المطلق وهي التكليف والاختيار. يعني علشان الطلاق يقع لابد أن يبقى الزوج الذي يطلق لابد أن يكون مكلفا مختارا، كويس، قاصدا الطلاق، قاصد الطلاق برضه لازم، لابد منه من قصد الطلاق، إن تلفظ بلفظ فيه كناية. واضح؟ قوله الصبي إنما سكت عن المغمى عليه لأنه في معنى المجنون كما ذكره الشارع، وأما السكران فإن كان غير متعد فهو أيضا في معنى المجنون كالمغمى عليه. سكران غير متعد يعني إيه؟ يعني جاله مرض فجعله داخل كده بغيبوبة مدروخ لأنه سكران، لكن ده بسبب مرض. يعني عارف مرضى الكبد بيجي لهم حاجة كده ما قبل الغيبوبة الكبدية، ممكن يقعدوا فيها شهور ما قبل الغيبوبة الكبدية، يبقى بيتكلم لسانه معوج كده زي سكران بالظبط، هو ده سكر بسبب مرض. كويس. فده يبقى غير متعدي، فلو طلق في هذه الحالة لا يقع طلاق. واضح؟ لأنه غير متعدي، بخلاف اللي يشتري ازازة الخمر وعارف انها خمرة ويقعد يشرب لما يبقى فينا ويروح ايه مطلق وهو سكران، يبقى ده متعدي يقع طلاق عقوبة له. واضح؟ اللي تعدى بطلاق، او مثلا واحد حقن البنج، فحقنة البنج افقدته عقله وهو بيفوق بيبقى فايق زي السكران كده، فراح مطلق مراته في الفترة دي، لا يقع طلاق لو كان واخد الحقنة دي لأجل العلاج. لكن لو واحد مدمن وبياخد الحكاية دي كل يوم يبقى ده متعدي، فلو طلق في هذه الحالة يقع طلاق، لكنه ما كانش مدمن يبقى ايه؟ اجلس. فيبقى في فرق بين السكران المتعدي بسكره وايه؟ وبين السكران غير المتعدي بسكره. دخل بيت اخوه مثلا وايه؟ وفتح الثلاجة لقى فيها ازازة، اخوه حاطط في الازازة دي خمرة، هو ما يعرفش انها خمرة فاكرها عصير، راح فتح الثلاجة عطشان شرب ما يعرفش انها خمرة فسكت، راح مطلق مراته وهو سكران، لا يقع طلاقه لانه غير متعدي، واخد بالك؟ هو شربها ما كانش عارف انها خمرة. كل دي صور ايه؟ عدم التعدي. واما المتعدي فهو ايضا في معنى المجنون كالمغمى عليه، وكأن الشارح سكت عنه اللي هو السكران الغير متعدي اتكالا على ظهور ذلك. واما المتعدي
فسيذكر الشارح أنه ينفذ طلاق، مش ينفذ طلاقه بس، ده ينفذ طلاقه وبيعه وشراءه وكل العقود. يعني لو هو حل ذكره راح بايع شقته اللي هي بمليون جنيه باعها بألف جنيه، كان عقد البيع، واخد بالك؟ ليه؟ عقوبة له لأنه متعدي. كان على مذهب الشافعية يعني، الأمر في ساعة ثانية في مذهب الشافعية كده. لا ما يجراش حاجة، احنا كده بنريح الطرف الآخر من الراجل السكران فينا. هتفرح. الحمد لله ان خلصنا منه. يعني هو فكرك واحدة عايشة مع راجل بيسكر كل يوم يعني تبقى حياة سعيدة يعني؟ هتبقى طهارة. فالشرع عايز يخلصها منه. فخلي الشرع بقى ايه؟ يعني يشيل ده من ده، يقوم يريح ده عن ده. ها؟ ايه؟ زواج زواج. لا زواج زواج. زواج زواج، اصل الزواج مش معناه ان هو لازم يجامع زوجته، لما يكبروا يصلحوا للجماع ويجامع، لكن تبقى مراته لو مات ورث، ولو ماتت يورث. زواج زواج عادي. فاهم؟ يجوز، اسمه ايه؟ ولاية الإجبار، بولاية الإجبار. لكن الوقت القوانين الوضعية وجدت إن استخدام هذا على مر العصور وسيء استخدامه وانبنى عليه مشاكل، فقاموا الحكام قال لك لا هنعمل سن للزواج عادي. واضح؟ كان زمان أيام الصحابة وعصور التابعين كان حال الناس في صلاح، فكان لما بيستعملوا مثل هذه الأمور الواسعة لا ينبني عليها مشاكل كثيرة. واخد بالك؟ فكانت متروكة. لما أزاء الناس استخدام الأشياء دي بسبب رفع الأمانة وكثرة المظالم، تدخل الحاكم وقيد المباح. واخد بالك؟ علشان إيه؟ يمنع كثرة المظالم. زي ما عملوا المجلس الحسن عشان يحافظ على أموال اليتامى. طب ما كان ايام اجدادنا ما كانش في مجلس حسن، ولا اجداد ابائنا كان عندهم مجلس حسن. ليه؟ عشان عندهم امانه وديانه، ما ياكلوش مال اليتيم، هم من نفسهم مش محتاجين حد يراقبهم. لما تطاولت الناس على ايه؟ اموال اليتامى، عملوا بقى مجلس حسني علشان ما حدش يتصرف في مال اليتيم الا عن طريق المجلس الحسن، يقوم يمنع سوء استخدام التصرف في اموال، وهكذا. يبقى كل تطور يجي بسبب ايه؟ تحقيق مقاصد الشرع، لان من مقصد الشرع حفظ مال اليتيم. كان الأول وكل هذا الأمر لديانة الناس، فلما ضاعت الديانة الحاكم عمل مصلحة معينة تراقب مثل هذه الأمور، وهكذا. وأما قول المحشي وسكت المصنف عن السكران لذكره له فيما سبق وسينبه الشارح عليه، ففيه نظر، لأن الذي ذكر السكران فيه فيما سبق هو الشارح كما علمت لا المصنف، وأيضا كلام الشارح فيما سبق وفيما يأتي في السكران المتعدي، والذي يعتذر عن عدم ذكر المصنف له مع الأربعة السكران غير المتعدي فتدبر. والمجنون النوع الثاني بقى غير الصبي، المجنون كمان لا يقع طلاق، المجنون برضو غير المتعدي، مش هو بياخد دواء معين يجننه متعمد زي الجماعة المدمنين دول، برضو زي السكران المتعدي يقع. يبقى المجنون غير المتعدي، يعني ايه غير متعدي بجنونه؟ اذا لم يقع في سكر تعدى به، فان تعدى بجنونه او وقع في سكر تعدى به وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه، وينفذ سائر تصرفاته كما تقدم في السكران المتعدي. وفي معناه المغمى عليه، بمعنى المجنون اللي هو ايه؟ فقد عقله يعني، المغمى عليه برضه. أي فلا يرد على المصنف عدم ذكره، وفي معناه أيضا السكران غير المتعدي كما مر، وألحق به المبرسم، وهو من أصابه البرسام وهو وجع في الرأس يفسد العقل، نوع من أنواع الأمراض النفسية. والمعتوه وهو الناقص العقل. يبقى عندنا المبرسم اللي هو زي المانيا، مانيك ديبريشن. الوقت يديله ادوار زي ايه؟ او المعتوه اللي هو منتالي ريتارد، واحد منجل وجوزوه، ده منتالي ريتارد، ده معتوه، واخد بالك؟ لانه عقليته عقليه طفل، بالرغم ان سنه 40 سنه بس هو عقليته طفل. فهمت بقى المساله؟ يبقى عندنا مبرسم
وعندنا المعتوه. المعتوه اللي هو ايه؟ اللي عنده تخلف عقلي منتلي ريتارد، والمبرسم اللي هو عنده جنون، خلل في وظائف المخ. والمعتوه هو النابض العقل عن خبل لا عن عدم معرفة تصرف. قول والنائم أي ولو أجازه بعد استيقاظه، كأن قال أجزته أو أمضيت. يعني إيه؟ واحد وهو نايم بيتكلم وهو نايم، أم قال لامرأته أنت طالق، أنت طالق، هو نايم. فلما استيقظ من النوم قالت له أنت طلقتني وأنت نايم. قال لها أنا موافق. لا يقع، لأن كلمة أنا موافق دي مش لفظ طلاق. فاهم؟ لو قال لها أجزته برضه لا يقع. لازم لو عايز يعملها يقول بقى اللفظ تاني وهو متيقن. خدت بالك؟ قول والمكره بفتح الراء أي على طلاق زوجته، فلا يقع طلاقه إذا وجدت شروط الإكراه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة عنده طلاق المكره يقع، طلاق الايه؟ المكره يقع عند الامام ابو حنيفه، لكن ده يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ولخبر لا طلاق في اغلاق اي اكراه، وخرج بقولنا على طلاق زوجته ما اذا اكره على طلاق زوجه المكره المكره. يعني المكره لا يقع طلاقه على زوجته، لكن ممكن يقع طلاقه على زوجة المكره. يعني واحد مكره يقابل الراجل قال له ايه؟ هذبحك لو ما طلقتش مراتي دلوقتي، مراته هو مرات المكره. قال له خلاص هي طالق، كانه وكله، يقع الطلاق هنا. واضح؟ ليه؟ لانه هو هنا اكرهه على طلاق زوجة المكره. انما لا يقع طلاقه لو ايه؟ لو في زوجته هو. واضح؟ طب افرض اكرهه على طلاق زوجتي فطلقها وقصد الطلاق، وقع الطلاق ايضا على مذهبي. فهمت ازاي؟ قال والله فرصه اما اطلقها ويبقى عذري معايا، انا من زمان عايز اطلقها. فقال له خلاص الراجل اكرهني، اعمل ايه؟ انت طالق، هو قاصد، يقع الطلاق حتى مع الاكراه اذا قصده. يبقى يقع الطلاق من المكره امتى؟ بالاجماع اذا قصده حال الاكراه. بالاجماع. واضح؟ دي نقط مهمة ناخد بالنا منها. وخرج بقولنا على طلاق زوجته ما إذا أكره على طلاق زوجة المكره بكسر الراء، كأن قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها، فإنه يقع على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن. قوله أي بغير حق، هذا قيد في كون طلاقه لا يقع، فإنه كان فإن كان بحق. في مكره بغير حق وفي مكره بحق. المكره بحق اللي هو حكم محكمه، القاضي حكم بالطلاق للايه؟ للضرر، وهو مش عايز يطلق، يقع الطلاق لانه مكره هنا بحق. انما لو مكره بغير حق لا يقع طلاقه الا اذا قصده. واخد بالك؟ فان كان بحق، يعني فان كان الاكراه بحق، اي فان كان مكرها بحق ولما كان فيه خفاء، عايز يديله مثال، يعني احتاج الى ان يقول وصورته او اي وصورة كونه مكرها بحق كما قال جمع اي من اصحابنا معاشر الشافعية، اكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء. المولي اللي هو حلف، الإيلاء اصلا معناه الامتناع، الامتناع بقسم، يعني اقسم ان يمتنع عن زوجته. كويس؟ فنديله فرصة كام؟ 4 شهور. بعد 4 شهور يا يرجع تاني يعيش معاه حياة طبيعية، يا إما يطلقها. كويس؟ فهو بعد 4 شهور مش عايز برضه يعيش معاه حياة طبيعية، فرفعت إيه؟ أمرها للقاضي. فالقاضي يقول له توب إلى الله بقى وارجع عيش حياتك الطبيعية، أم رفض، فالقاضي يحكم بالطلاق. يبقى هنا أكرهه على الطلاق بحق، خدت بالك؟ إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء اللي هي 4 شهور مبني على أنه يرتب في الطلب، يعني لازم القاضي يرتب الأول، فيطلب منه الفيئة أنه يعود، فإن لم يفيئ ويرجع لسيرته القديمة يطلب منه الطلاق، يطلق براحته. قال له شوف مش عايز تعيش معاه يا ابني؟ طلقها بقى. يقول له لا،
لا عايش معاها ولا هطلقها. يقوم القاضي يقول له إيه؟ لا أنا بقى بطلقها عنها. أنت اللي رفع الدرع بقى. هنا يجبره على الطلاق، خدت بالك؟ فإن امتنع منه أكرهه عليه. أو مبني على أنه قام به عذر شرعي يمنعه من الفيئة. يعني إيه قام به عذر شرعي يمنعه عن الفيئة؟ كأنه فقد النطق أو شيء من هذا، أو فقد إيه عقله، أو صار في غيبوبة أو شيء من هذا. يعني ما ينفعش يرجع. في الحالة دي برضه القاضي يطلق عنه. وإلا خير بين الفيئة والطلاق فلا يتصور الإكراه حينئذ، لأنه لا يكون إلا على شيء بعينه. ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق، لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فيصح إسلامه مكرها. يعني إمتى يصح الإسلام مع الإكراه؟ مع المرتد. لأن المرتد ليس أمامه بديل إنه يمنع عنه حد الردة إلا إنه يعود للإسلام مرة أخرى. كويس؟ لكن الحربي عنده بديل. عنده بديل عهد وذمة وجزية واتفاق وكله، فأنا ما أكرهش الحربي ولا أكره الكافر. واضح؟ ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق، لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فيصح إسلامه مكرها بخلاف الحربي، لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الجزية. فقول بعضهم ومثله إكراه الحربي عليه فيه نظر لما علمت من أن الإكراه لا يكون إلا على شيء بعين. قول وشرط الإكراه، مش أي إكراه بقى، مش يجي مثلا يقول له إيه، شوف لو ما طلقتش مراتك أنا كل يوم هستخبى في الضلمة أقول لك بخ، وأنت إيه ده إكراه ده؟ ده مش إكراه. لازم إكراه إكراه يعني، يعني يخاف على عضو، منفعة عضو أو من على ماله، أو إيه يخاف إنه هيقتله أو شيء، ويعرف كمان اللي بيكرهه عنده القدرة على تنفيذ ما أكره به، مش مجرد تهديد كده وخلاص، يبقى عنده القدرة على تنفيذ. يبقى في الحالة دي اسمه إيه؟ إكراه يؤدي إلى العذر يعني، أو يسموه بعض العلماء يقول لك الإكراه الملجئ، اللي هو بيضطر ليه. وشرط الإكراه أي شروطه، لأنه مفرد مضاف فيعم، ومن شروطه أن يكون ما هدده به عاجلا ظلما، فلا إكراه بالتهديد بالعقوبة الآجلة، لازم كمان إنه هينفذ الإكراه بتاعه دلوقتي عاجل، مش يقول له إيه طلق مراتك وإلا هقتلك بعد سنة، ما ينفعش. إيه بعد سنة دي؟ حل يا حلال بقى، هطلق الوقت لما تعدي السنه. يبقى لكن الايه لازم يكون التهديد بعقوبه عاجله وليست اجله. كما لو قال طلق زوجتك والا قتلتك غدا ولا بما هو مستحق له. كما لو قال طلق زوجتك والا اقتصصت منك. يعني هو اصلا هياخد دية منه لانه هو تعدى على هذا المكره. فهو كده كده هياخد منه الدية. فما يبقاش ايه يبقى مكره في حال ان هو بيقول له طلق والا هاخد منك الديه بتاعتي اللي هي اصلا مستحقه لي. ده ما يعتبرش اجراء لانه ده من حقه ان يديها على طول. فهم؟ ولا بما هو مستحق له يعني للمكره. كما لو قال طلق زوجتك والا اقتصصت منك. ومن شروطه ايضا الا ينوي الطلاق. والشرط الثاني انه لما يجي يطلق تحت حال الاكراه ما يبقاش عايز يطلق، لكن هو مضطر. لكن لو قال بركة يا جامع وراح مطلق وقاصد يقع الطلاق بقى. فهم؟ يبقى ايه هو لفظ الطلاق الصريح الذي يحتاج لنية؟ هو طلاق المكره. ده سؤال في الشفوي كده. احنا عندنا الطلاق الصريح لا نسأل فيه اللفظ الصريح عن النية. طب امتى تسأل عن النية؟ ان طلق بلفظ صريح تحت إكراه. ساعتها تساله عن نيه. بس لو قال نويت الا اطلق ولكن اضطررت للفظ نقول له خلاص مش ما طلقت. ودي حته حلوه في الشفوي يعني للي بيسال الطلبه. والا وقع، ومن شروطه ايضا الا ينوي الطلاق والا وقع، لان صريح الطلاق في حقه كنايه كما مر. صريح الطلاق يعني اللفظ الصريح في حقه في حق المكره
كناية، يبقى يفتقر لنية. هذا معنى كلام. ومن شروطه أيضا ألا يظهر منه قرينة اختيار. الشرط الثاني برضو إنه ما يظهرش منه قرينة اختيار. يقول له طلقها ثلاثا، يقوم إيه أو يقول طلقتها واحدة، تقع الطلقة، لأنه في قرينة اختياره من الثلاثة خلاها واحدة، يبقى في قرينة اختيار، خدت بالك؟ يقوم يقع ساعتها طلقة واحدة. ومن شروطي أيضا ألا يظهر منه قرينة اختيار كما سيشير إليه الشارح، ولذلك قال بعضهم يشترط أن يستفصل منه كأن يقول أطلق ثلاثا أو واحدة، فإذا قال لا أطلق ثلاثا فطلق ثلاثا لم يقع، فإن طلق ثلاثا بعد قول المكره طلق زوجتك فقط وقع. لو واحد قال له طلق زوجتك بس، قال له هي طلق ثلاثة وقع، فهمت؟ وقال له كده، يعني هو بيقول له طلق زوجتك، ما قالوش ثلاثة ولا واحد ولا اثنين، ده بيكرهه، قال له طلق زوجته خلاص، فراح هو قال ايه؟ طلقة بالثلاثة، وقع الثلاثة، لأنه لو شبهة اختيار، فهمت؟ فهمت المسألة؟ فإذا قال له طلق ثلاثا فطلق ثلاثا لم يقع، فإن طلق ثلاثا بعد قول المكره طلق زوجتك فقط، ما حددلوش عدد، وقع لو قال طلقتها ثلاثة، طالما ما حددلوش عدد هو اختار عدد، لأنه عنده شميمة اختيار. وربما رجع ذلك لظهور قرينة اختيار، فإنه قد ظهر قرينة اختيار للثلاث حينئذ. قوله على تحقيق ما هدد به، لازم المكره يكون قادر على تحقيق ما هدد به، مش يطلع له عيل صغير يقول له حضلبك لو ما طلقت اسم لاتك حضلبك، وماسك عصاية يقول ده اكرهني يا طالب، ده عيل صغير، انت لو قلت له بخ يجري، فهمت بقى؟ فلازم يبقى ايه المكره قادر على تنفيذ ما ايه ما هدد به، أي على تثبيت وإيجاد ما خوف به، ما خوف به. وقوله بولاية أو تغلب، بسبب ولاية يعني إيه؟ عمدة البلد، زي في الفيلم بتاع زمان كان يقول لك مش عارف طلقت فلان من فلانة باطل، كان زمان كنا في فيلم واحنا في ثانوي، فاكر أنت شفتوه ولا لأ؟ أنا شفته وأنا في ثانوي. أيوه فؤادة دي، كان عمدة البلد بيكره فلاح صغير إنه يطلق مراته عشان هو عايز يتجوز، العمدة عايز يتجوز، فهنا إيه؟ ده إكراه بولاية، عليه ولاية عليه لأنه عمدة البلد، فأكرهه بسبب ولاية عليه فطلق، هذا الطلاق لا يقع إلا إن قصد الطلاق بقى. وعشان كده كان الراجل إيه في الفيلم يقول لك إيه طلاق في فؤادة مش عارف من إيه إيه، والله إن هذا ثقافتي في الأفلام ضعيفة يعني، أما لناش دعوة، المهم كان يقول لي باطل طلاق فلانة من فلان باطل، واخد بالك ليه؟ لانه تحت اكراه بولايه، فده لا يقع، فهمت بقى المساله؟ بس باطل ده على مذهب مين؟ شافعيه، لكن على الاحناف يقع، وجواز العمده يبقى صحيح على مذهب الاحناف، واخد بالك؟ لكن على مذهب غيره لا يقع. يبقى ايه من ضمن ايه القدره على انفاذ ما ايه ما هدد به؟ قد يكون بتغلب يعني اقوى منه بدنا، او معاه سلاح، أو يكون والي عليه يعني رئيس عليه، بولاية أو تغلب، أي بسبب ولاية أو تغلب، وبعدين كمان ما يقدرش يهرب منه، واخد بالك؟ يبقى ويعجز المكره عن دفع المكره بكسره المكره بهرب منه، أو استغاثة بمن يخلصه، أي بسبب هرب منه أو طلب الغوث ممن يخلصه منه. وقوله ونحو ذلك، أي ونحو الهرب أو الاستغاثة كالتحصن بحصن يمنعه منه. قول وظنه، أي المكره، وكذا الضمير في أنه، إن امتنع مما أكره عليه أي على ما. قوله فعل، أي المكره، ما خوفه فيه، اللي هو الضمير إيه في خوفه المستتر، خوفه اللي هو المكره يعني. أما البارز الهاء يعني
ما خوفه هو اللي هو ده المستتر او هو المكره، والضمير اللي هو البارز ده خوفه المكره، فاهم؟ عايز يبين لك الضمائر يعني. واما البارز الذي هو المفعول فهو راجع للمكره بفتح الراء، وقوله به اي بما. ويحصل الاكراه، ده انواع بقى الاكراه كتير، بضرب شديد، ويحصل ايضا بضرب يسير في حق اهل المروءات، بل يحصل ايضا بالاستخفاف وبالشتم في حق الوجيه. واحد وجيه كده واخد بالك في قومه، محدش شتمه ابدا، ويجي الثاني بيشتمه بابزع العبارات، ده يؤثر فيه اكثر من الضرب. ده كان راجل وجيه، ده يعتبر اكراه. واضح؟ او حبس، اي وان قل في حق الوجيه كما قاله الازرعي. قوله او اتلاف مال، يعني قال له ايه؟ هحرق لك المصنع بتاعك لو ما طلعتش مراتك، وجايب الناس وبيكبوا في الجاز وبيحوطوا المصنع وهيحرقوه، هيتلف له ماله. يبقى ده ايه؟ يبقى نوع من الاكراه اللي هو فيه يعذر يعني. اي له وقع عند المكره بحسب حالي من يسار واعصار. فالتهديد باتلاف 5 دراهم ليس باكراه في حق الموسى. يعني واحد غني يقول له لو ما طلعتش مراتك هاخد منك ال1000 جنيه اللي في جيبك دي. ايه 1000 جنيه بالنسبه لواحد غني يعني؟ عنده مئات الالوف. يقول له خد يا سيدي ال1000 جنيه. هطلعها، خد ال1000، مع السلامه. واحد ثاني ما حلفوش من حطام الدنيا الا 10 جنيه. قال له طلع مراتك وقال لي هاخد منك ال10 جنيه دي، يعني هاخد كل ماله. يبقى ده مكره. يبقى يختلف قدر المال على حسب ايه؟ يسار الانسان او ايه؟ عساره يعني. ده كان معسر غير ما يبقى مكره. فالتهديد باتلاف 5 دراهم ليس باكراه في حق الموسر، لانه يتحمل ولا يطلق لمثل ذلك، ولا يطلق لمثل ذلك. وفي حق المعسر اكراه. والحاصل انه يختلف باختلاف الناس واحوالهم، وقد يكون الشيء اكراها في حق شخص دون اخر في حال دون حال، كما يعلم مما قدمناه له. قول ونحو ذلك، اي او ونحو ذلك، فالواو بمعنى او. فلو قال او نحو ذلك كما في سابقه لكان اظهر. ولو خوفه بما ظنه مهلكا ثم تبين انه غير مهلك، ففي كونه اكراها احتمالان في الام، والاوجه انه اكراه لانه ساقط الاختيار. يعني ايه؟ يعني ماسك مسدس وقال له اطلع مراتك يا اما هتخف، فطلع مراته، اتضح ان المسدس ما فيهوش طلقات، انه كان فاضي، يقع الطلاق على الصحيح. وان كان في وجه ثاني ضعيف يقول لك لا يقع الطلاق، انه يقع الطلاق طالما ايه؟ لا يستطيع انفاذ ما اكره. واضح؟ ما احنا قلنا على الصحيح لا يقع الطلاق، وفي وجه ضعيف قال لك يقع طالما ايه؟ لا، لان احنا العبره بالظن، عشان كده احنا قلنا الصحيح لان العبره بظنه، هو ظن ان المسدس معمر. واضح؟ لان لكن على اي حال فيها احتمالات المساله دي، الصوره دي فيها احتمالان في الفقه عندنا في المسجد. والاوجه انه اكراه، الاحتمال الاوجه اللي هو ايه؟ اللي عليه الفتوى يعني، انه اكراه لانه ساقط الاختيار. قول واذا ظهر من المكره، تقدم انه اشاره الى انه يشترط الا يظهر منه قرينه اختيار، لان اكرهه شخص على طلاق 3 فطلق واحده او 2، او اكرهه على صريح فكن مع النيه، او على تعليق فنجز، او بالعكس في هذه الصوره. وقول وقع الطلاق، اي لان مخالفته تشعر باختياره بما اتى به فلا اكراه، وكذا لو نوى الطلاق مع الاكراه وقع كما تقدم. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف، أشار إلى أن التكليف إنما يشترط حال التعليق، ولا يشترط حال وجود الصفة المعلق عليه. ووجدت تلك الصفة، أي الصفة التي وقع التعليق بها من المكلف، وظاهره ولو بفعله، قوله في غير تكليف، أي كأن جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعدي، فإن الطلاق المعلق بها يقع، أي لوجود الصفة المعلق بها. يعني هو علق صفة في حال تكليفه، قال لزوجته مثلا لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، علقها عليك، فهي فضلت قاعدة ما تروحش تزور أبوها 1 أو 2. جت مرة راحت تزور أبوها وكان جوزها مغمو عليه، يعني فقد، وقع الطلاق، لأن التعليق كان في حال إيه؟
كمان او راحت زارت ابوها اول ما ايه دخل في الغيبوبه ونقلوا العنايه المركزه وقع الطلاق. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لانه لما علق كان في حال تكليف، لما وقعت الصفه كان في حال غير تكليف. والعكس بالعكس بقى، يعني لو علق وهو في غير تكليف ثم وقعت الصفه في حال تكليف لا يقع الطلاق، زي ما قلنا في طلاق الصبي قال لها لو بلغت فانت طالق، فبلغ لا يقع الطلاق لانه لما علق كان صبيا، الصبي لا يقع منه. فهمت بقى المساله؟ والسكران اي المتعدي، لانه هو المنصرف اليه اللفظ عند الاطلاق بخلاف غير المتعدي. وقول ينفذ فلاقه اي يحصل ويصل منه اليها، كما ينفذ السهم من الرامي الى المرمى. وقوله كما سبق اي في كلام الشارح في اول فصل الطلاق فراجعه. ونقف بقى النهارده على احكام الرجعه. طب هو طلق طلقه رجعيه، كيف يرجع زوجته وما هي شروط الرجعه؟ وهل تفتقر للفظ ولا لا تفتقر؟ وهل تكون في العده ولا بعد العده؟ يراجعها ازاي؟ وكم عدد الرجعات؟ ومن تصح رجعته ومن لا تصح رجعته؟ كل دي تفاصيل هندرسها المره الجايه ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.